عام دراسي جديد يبدأ فيه اليوم الطلاب وأولياء أمورهم ماراثون الاستذكار والاجتهاد. تفقد خلاله وزير التربية والتعليم عدد من المدارس الحكومية والخاصة للوقوف على استعدادات هذا اليوم ورصد مشكلات الطلاب والعمل على حلها. احنا بنسمع رأي الطلبة وبنسمع رأي المعلمين اللي هم حجر الزاوية في العمليات التعليمية، وبنسمع أيضا رأي العام، يعني بنسمع رأي أولياء الأمور والمهتمين بالعمليات التعليمية في كل مناحيها. احنا بنسمع وفي الآخر بناخد قرار. أولياء الأمور والطلاب تمنى بعضهم عام دراسي مليء بالأمل والتفاؤل، في حين رأى البعض الآخر أن هناك العديد من المشكلات التي لا تزال هي أساس معاناة الطلاب كل عام. حاطين قوائم أسامي، عرفنا أن احنا نلاقي فصولنا على طول، محدش تعب، ما طلعناش في المباني كتير، ما دورناش في الفصول كتير. جيت السنة اللي فاتت عشان أشوف المدرسة، لقيت أن في تحسن عن السنة اللي فاتت، اهتمام بالمرحلة الأولى، وحاطين سنة أولى لوحدهم في حتة مكان لوحدهم عشان يدخلهم بترتيب. أهلي مش هتعبوا فلوس الدروس، وكمان الطلاب هيكونوا بيركزوا كويس جدا في الفصل. وعامة الحمد لله كله كويس، بس هو اللي بيضايقنا بس موضوع المجاميع، ان كانت بسعر وكانت ب20 جنيه في الاول، وبعد كده بقت ب35، والوقتي بنسال برضو عن الكتب، قالوا الاسعار هتغلى تاني. طب وبعدين يعني في ناس، انا النهارده معايا 2، السنه فاتت كان معايا طفل، دلوقتي 2، يا ترى انا هدفع بقى للاثنين دول قد ايه؟ اكثر من 20 مليون طالب وطالبه من مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي يبدأون الدراسة اليوم في أكثر من 50,000 مدرسة يشكلون مستقبل مصر، وسط محاولات حكومية بالتخلص من مشكلات دراسية عانى منها الطلاب على مدار أعوام سابقة. عام دراسي جديد يقطع فيه الطلبة وأولياء أمورهم مرحلة جديدة من مراحل حياتهم تقربهم من تحقيق حلمهم ومستقبلهم الذي ينشدونه، آملين في عام دراسي أفضل من الأعوام السابقة، خالي من الصعاب والمشكلات. محمد رياض، الحاليوم. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل وبعد التقرير اللي فتح لنا الكلام عن عودة العام الدراسي الجديد. والحقيقة أنا مش عارف قوي أقدر أقول لحضراتكم النهاردة الحد هو أنهي يوم في الفصل الدراسي أو العام الدراسي الجديد، هو اليوم الأول ولا الثاني؟ يعني مبارح ابتدت المدارس، بس مبارح ابتدت المدارس في 11 محافظة، ومش عارف بناء على ايه، ومش عارف ليه ابتدت في يوم اجازه اللي هو يوم السبت، والنهارده عند مدارس كتيره هو اليوم الاول. فالنهارده هو اليوم اللي ما يتسماش، النهارده اليوم اللي ما يتسماش لبدايه العام الدراسي الجديد، اللي سواء الناس هتحسبه الاول، الناس هتحسبه الثاني، احسبوه زي ما تحسبوه. تداعيات اليوم الاول كتيره. مروريا انتوا شفتوا الشوارع النهارده عامله ازاي، وده طبيعي ومنطقي، فارجو ان انتوا ما تغضبوش قوي، لان اول اسبوع دايما اول اسبوع في العام الدراسي الجديد خصوصا بتاع المدارس، سيبكوا الجامعات بيبقى شويه اهدى، لكن موضوع المدارس بالذات بيبقى لسه في تخبط، واولياء الامور لسه الاوتوبيسات ما ظبطتش، واللي بيوصل ولاده اول يوم اول يومين بنفسه، فمش عارف ايه، فالدنيا بتبقى متكدسه زي ما حصل في الثلاث اربع ساعات بتوع الصبح النهارده. كانت مصر كلها عامله زي العجينه من كتر العربيات والزحمه، فده طبيعي، وان شاء الله على مرور بمرور هذا الاسبوع الدنيا تريح سنه. حاجه تانية كويسه الحقيقه، كويسه عملتها وزاره التربيه والتعليم النهارده في تعديل بعض اللوائح بتاعه الوزاره، ان الوزاره دلوقتي بتهدف الى الغاء الدروس الخصوصيه ومنع المراكز والسنترز بتاع الدروس الخصوصيه. ماشي، حلو، كلنا مع كده، يا ريت تخفيف العبء عن الاهالي. فقال لك علشان ما نبقاش بنوقع ظلم على الطالب والتلميذ، مجموعات التقوية اللي معمولة في المدرسة، المفروض كل مدرسة فيها مجموعة تقوية. طب افرض انا تلميذ في المدرسة ومجموعة التقوية مثلا بتاعت الكيمياء بتاعت المدرسة بتاعتي فيها استاذ انا مش بحبه، او مش هو ده الاستاذ اللي انا بفهم منه قوي، او مش هو ده اللي انا نفسي اخد معاه، كان زمان لازم اخد معاه والبسه. دلوقتي التعديل الجديد اللي عملته وزارة التربية والتعليم انه لا، التلميذ من حقه انه ينقي مجموعة التقوية اللي فيها المدرس اللي هو عاوزه حتى لو كان في مش مدرسته. يعني انا في مدرسة قنبنية لقين زي بتاع المدرسة اللوزعية بتاعت امبارح، انا قلت لكم مش عارف مين العبقري اللي سمى مدرسة قنبنية لقين اللي في كفر الدوار في البحيرة دي، لكن ما علينا. فانا لو في مدرسة دي والمجموعة التقوية بتاعت الكيمياء فيها الاستاذ مش عاجبني، ممكن اروح مدرسة تانية بتاعت قنبنية عبد الحميد واخد مجموعة التقوية فيها.
فده تيسير لطيف نشكر وزارة التربية والتعليم عليه.